السلام عليكم ورحمة الله. إذن مرحبا بكم في فيديو جديد، وغنكملوا إن شاء الله دوك السلسلة ديال داك الألغاز. إذن مع اللغز الثاني، هنا طلبوا منا إملاء الفراغات في المتواليتين التاليتين، توالية واحد لا سيري خاصك تكمل بيان سور على حسب واحد 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 المنطق. اذا هنا بداو بسبعة الاولى، من بعد داروا 8، من بعد داروا 5، من بعد داروا 6، هذا راه 6. اذا 7 8 5 6 3، هنا كاين فراغ، هنا كاين فراغ، هنا جوج. اذا هاد الفراغات خصك تملؤهم. نعاود عاوتاني، اذا هذه 7 8 5 6 3، فراغ فراغ هما خصكم تملؤوهم، وفي الاخر كاين جوج. ثاني عاوتاني سلسله اخرى، عاوتاني 1 3 7، هذه 15 فراغ، هذا الفراغ خصكم تملؤوه، وهذه 63، يعني هذه 3 هذه 6 هذه 63، هنا كاين فراغ. اذا خصكم تملؤوا هذا الفراغ وهذا الفراغ في الاول، وتملؤوا هذا الفراغ وهذا الفراغ في الثاني. هذه راه بوحدها، وهذه بوحدها، هذه ما عندها حتى علاقه مع هذه. إذن إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله باش نشوفوا. صح، إلى اللقاء.